القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. في إطار تعزيز الروابط المشتركة بين فلسطين ومتنفسها الوحيد، عقدت الدورة الثالثة للجنة العليا الأردنية الفلسطينية التي ناقشت العديد من مذكرات التفاهم في مجالات متعددة. هذه اللجنة التحضيرية على المستوى الوزاري قد أنجزت مجموعة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في مجال التجارة والصناعة والمواصفات والمقاييس، في المجال الزراعي، في مجال الشؤون الاجتماعية، في مجالات متعددة، الطاقة. وهذه المذكرات التفاهم سننتهي من إنجازها بشكلها النهائي هذا اليوم. مشاريع مشتركة قريبة ينوي الطرفان تنفيذها. أحدها الميناء البري كما تفضل أخي عبد الحفيظ، بدل ما نروح على العقبة نخلص على المعاملات إلى آخره تكون في الشونة مثلا، بالإضافة إلى إنشاء صناعات زراعية أجرو إندستريز في أريحة مثلا. زيادة التصدير إلى الأسواق العربية وخاصة إلى الأردن هو ما يهدف إليه السوق الفلسطيني، الذي قامت الجهات المختصة مؤخرا بعمل اتفاقيات تضمن تصدير الخضروات والفاكهة إلى الأسواق الأردنية. المنتجات الفلسطينية في الأسواق الأردنية تلاقي كل الترحيب، وهناك منتجات كثيرة نصدرها ولم تواجه أي مشاكل ولم تعترضها أي معوقات، وأيضا المنتجات الأردنية التي تتجه إلى الأسواق الفلسطينية، وبالتالي إن كانت هناك أي مشاكل نحن نعالجها في حينها ونتم بتطويقها. 13 مذكرة تفاهم وقعت إلى الآن وستعرض على رئيس الوزراء الأردني والفلسطيني غدا للمصادقة عليها. لتلفزيون القدس كنان عيسى، رام الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.